أهلين وسهلين بالريس خضر. أهلا فيك سمو الأمير. هالقص جديد، جابوا لي يا خصوصي مشان اختبره. قالوا لي إنه مدى السهم فيه بيزيد، وبالرغم من هالشي احتمال الخطأ وعدم إصابة الهدف فيه ضعيف، لأنه حافة السهم هي اللي بتساعد على زيادة قوة الاختراق. رمية موفقة، بس سموك لا تنسى إنه أعدائك ما نسبتين، أكيد ما رح يبقوا واقفين بدون أي حركة وينتظروا ضربتكم. تفضل. الريس خضر وصل من شوي على مانيسا، والحقيقة ما حدا بيعرف شو سبب زيارته المفاجئة. روح خبر السلطان هيام وإلا أنا رح أحقق بهذا الموضوع فوراً، وبعدين بشرح هذا الشي لمولانا السلطان. هو راح بناء على أمر مولانا السلطان يا باشا، بس عم يتصرفوا بهذا الموضوع وكأنه سر. معناها ممكن يكون هالشي له علاقة بمقابلة سمو الأمير للسفير، وبظن أنه بعت له الريس خضر مشان ينصحه بخصوص هالتصرف. والله السلطانة قلقانة كتير وخايفة من هالخطوة، خاصة أنه خير الدين باشا بيكون من أقوى المناصرين للأمير مصطفى، ودائما بيوقف جنبه وبيدعمه، ومبين أنه رح يساعده هلأ ويقول له كيف لازم يتصرف. قوة خير الدين باشا ونفوذه معروفين للكل يا سمبو الأغا، وهنن تماما مثل نفوذه للمقتول إبراهيم باشا. وفوق هذا كله بدك من السلطانة هيام ما تقلق وتخاف. على العموم يا سمبل، الحجر اللي ضربناه اجى بمحله، والأمير مصطفى أكل ضربة جديدة إن شاء الله. شو وضع التحضيرات للحملة يا باشا؟ طلع القرار ما هيك؟ ايه طلع قرار الحملة سموك، والتحضيرات ماشية تمام، وبظن وصلتكم أخبار جرأة الدوق فرديناند ومطامعه يا سمو الأمير. الحقيقة ما ضل حدا ما سمع بلقاء جنابكم مع الرسول لاسكي. وانت مشان هيك اجيت لعندي؟ معي أمر من مولانا لأخذكم على العاصمة. شو القراية والكتابة؟ لتكون سلطان لازم تكتب وتقرأ، لأنه هالشي بيخليك ما تغلط مثل بقية الناس. بابا؟ مزبوط أخي مصطفى بده يجي اليوم؟ ايه وبيكون بطريقه لهون يا جهانجير. مبسوط كتير بهالخبر، أنا كتير اشتقت له لأخي. شو بدنا نقول لناهي الدوران؟ ما بظن في شي نقوله يا خديجة، واللي منعرفه هي بتعرفه. مو عرفانة ليش مولانا السلطان جابه بهالطريقة لهون. سلطانة، حضرة السلطانة ناهي الدوران وصلت على القصر. أهلا وسهلا ناهي الدوران. سلطانة. أهلا وسهلا. سلطانة كيفك؟ من أسبوعين والنوم مفارقني وضايعة بين الأرض والسماء. سمو الأمير إجا على القصر، الموضوع قلقني وما بعرف شو حيصير معه هون. رستم باشا، لهلأ ما في ولا خبر من لاسكي رسول فرديناند؟ معقول ما عندكم تفاصيل عن هذا الموضوع يا باشا؟ والله لازم نسألك إلك يا خسروف باشا، وبما أنه لاسكي ما رجع على العاصمة لهلأ، فهو يا أما هربان يا أما صاير معه شي، وبالحالتين في جريمة وفي مسؤول عنا.
على أي أساس عم تتهمني يا رستم؟ اهدى يا خسروف باشا، وأنت كمان يا رستم باشا، هذا النقاش ما له أي لزوم، ولا نسيتوا أني موجود؟ العفو منك يا حضرة الوزير. دستور حضرة سمو الأمير مصطفى. أهلا وسهلا يا سمو الأمير، شرفتنا بحضورك. شكرا سليمان باشا، بدي هنيك وبارك لك بالمنصب، أنت بتستاهل أنك تكون نائب مولانا، بعد كل هالخدمات اللي قدمتها لدولتنا العلية بتستحق هيك مكانة. بالتوفيق وألف مبروك. الله يبارك فيكم ويطول بعمركم. الحمد لله على السلامة. خسروف باشا، طمني عن صحتك، منيحة إن شاء الله؟ بألف خير، وعم أدعي لكم بالصحة يا أمير، وإن شاء الله لا مولانا ولا أنتوا يا أميرنا بتشوفوا أي تقصير منا. آمين. شرفتوا العاصمة، بيسعدني التقي فيكم مرة تانية هون سموكم. أنا هالشي ما بيسعدني أبدا. صحيح إخواتي رح يروحوا على السنجاق، بس أنا رح أبقى معك هون. لا تزعل على أخي محمد، قال إنه بيقدر يجي يزورني أيمتى ما كان. فيني روح زورهم بابا؟ طيب شو رأيك نروح نزورهم أنا وياك؟ أنت أكيد اشتقت لهم كتير، ما هيك بابا؟ 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 لما بيجي أخي منروح منزور إخواتنا الباقيين؟ إيه أكيد طبعاً. أنت من شو مزعوج؟ وأنت شو اللي عرفك؟ لأنه وشك ما عم يضحك، وأنا مثلك وقت بزعل ما بتضحك. جهانجير، أنت ابني الجريء، يلا روح هلا بعدين بشوفك. شلون خضر خير الدين باشا بيجيب الأمير مصطفى على العاصمة بقرار منه؟ مولانا كان لازم هو يستدعي للأمير، ليش هيك صار؟ ما عم بفهم. بما أنه مولانا وافق على الموضوع معناته هالشي مناسب. كيف يعني مناسب؟ الموضوع فيه مؤامرة، لأنه تدخلوا فيه هيام ورستم. في شي عم بيخططوا له هالمرة واضح كتير، واللي صار بلطفي أكبر دليل. بس هيام ما لها علاقة بقصة لطفي باشا يا ناهي الدوران. السلطانة شهرزاد هي اللي طلبت الطلاق. أنا متأكدة إنه بيستاهل هالشي وما بلومه بنوب، بس هلأ وبعد هالانفصال ما بقى في شي بيوقف بوش مؤامرته لهيام أبدا. طلع لطفي باشا من الديوان وأخذت راحته. أنا أصلا كان بدي إياه يموت، بس سامحته وعفيت عنه بس مشان بنتي أسمهان. صحيح، أسمهان وينها؟ ما شفتها. اشتاقت لأبوها فسافرت لعنده عالجزيرة. ناهي الدوران، جناحك جاهز، بتكوني تعبانة لأنه طريقك كان طويل. هلأ مو وقت الراحة يا سلطانة، عن إذنكم. خير لوين؟ ما عاد فيني استنى أكتر من هيك، صار لازم اطمن. جهانجير أخي مصطفى. جهانجير، أميرنا كبران ما شاء الله. وأنت كمان كبران. بابا عم ينتظرك جوا. فخرية تعالي.
خير يا سنبل آغا؟ ليش هيك متوتر؟ قلي لي وين السلطانة هيام؟ راحت على الحمام بس هلأ شوي وبتجي. خير شوفي؟ اركدي روحي لعندها فورا خبريها. سمو الأمير مصطفى وصل على القصر ورح يفوت لعند مولانا السلطان يشوفه. مولاتي السلطانة بتعرف، بس أنت قدرت تفهم شو عم بيصير؟ مولاي، بعثت الرئيس خضر ليجيبني لهون على العاصمة، وأنا مو فهمان شو الضرورة اللي خلتكن تستدعوني بهي الطريقة، وخصوصاً أني تحت أمركن بتكفيني إشارة لأحضر. أنا شفت أنه هيك أنسب. أنا ما بعرف شو اللي واصلكن، بس من خلال لقائي بالرسول لاسكي ما صار أي شيء ممكن يزعجك يا مولاي. أصلاً أنا ما قابلته لحالي، القاضي كان معي وكتب وحفظ كل شي حكينا. خلاصة كان بده ياني يكون وسيط صلح، وأنا بدوري فهمتهم أنه مولاي السلطان هو اللي بيأمر بقرار السلم أو الحرب. القصة مو قصة شو قلت وشو حكيت يا مصطفى. بالأول شلون بترضى تلتقي برسل الأعداء؟ شلون بتتجرأ تتصرف هيك؟ وبأي حق بتشوف إنك مخول لتلتقي فيهم؟ ما بعرف شو اللي عم يفكر فيه مولانا هلأ، بس بما إنه قرر يجتمع هو والأمير لوحدهم فالقصة خطيرة. الظاهر إنه القصة فيها عصيان للأوامر، وخاصة بعد ما استدعى بها الطريقة هي. مستحيل هالشي يا نصوح أفندي، كيف بيخطر لك تحكي هيك؟ واضح إنه في حدا مرته لسمو الأمير، وإلا كيف بيتجرأ الرسول بيروح لعنده؟ أنا حققت بالموضوع بس ما طلع معي شيء أبدا، ولاسكي بدل ما يرجع على الأسي ثاني هرب دغري على بلده. شو الداعي للتحقيق يا باشا؟ معروف مين عمله، هذا شغل رستم. مولانا أصلا صار عنده علم بالحادثة، وإن شاء الله بتكون آخرتها خير على سموه، بس ضروري نحكي بالتفاصيل بعدين، هالثقة كلها ما أنا منيحة. ما كان عندي خبر بزيارته يا مولاي، إجا فجأة وأصر على مقابلتي وأنا حبيت وقفه عند حده بس. بس أنا نبهتك كتير من قبل، قلت لك إنه لازم تراعي القواعد والأصول بالتعامل، وقلت لك ما بتعمل أي شيء من راسك بدون ما تاخد رأيي من قبل، ومع هيك وقعت للمرة الثالثة بالمحظور. وأنا كان كل هدفي مولاي أني أخدمكن وأخدم الدولة العلية. يا ريت يا مولاي تغفروا لي هالغلطة، وبوعدكن هالشي ما بقى يتكرر. ما عندي شك بحسن نواياك، مع هيك هذا غلط واضح، بس حاول أنك تستفيد منه مشان يكون رصيد لخبرتك. وأنا فهمت غلطتي يا مولاي، ومن هلأ ورايح رح كون حذر. أحسن. وهلا رح خبرك ليش بعدت لك. بتكون عرفت بأنه قررنا نشن حملة على بودين، وهلا عم بيقوموا بكل التحضيرات، وبإذن الله بس نجهز رح نمشي فورا. أنا إذا بقدر كون معكن هذا الشي بيكون شرف لإلي يا مولاي. أنت رح تبقى هون لأنك رح تكون المسؤول عن حماية اسطنبول، والوزير الأعظم سليمان باشا حيكون مسؤول عن حماية الأناضول. يلي بتشوفه بيكون مناسب يا مولاي. وبس نرجع وننتهي من بودين ما رح تبقى والي عمانيسة، أماسيا رح تصير لإلك، وفيك تعتبر من هلأ بأنك صرت والي سنجق أماسيا. دستور حضرة السلطانة ناهي الدوران. سلطانة أهلا وسهلا. ألفت
عفيفة خانم، وين سمو الأمير؟ لساته مشغول مع مولانا يا سلطانة. إذا بتحبوا منروح أول شي على جناحي. لازم شوف سمو الأمير بالأول يا ألفت. مولاي، أنا طبعاً ما عم بأعترض على قراركم، بس بصراحة حسيته غريب. شو سبب هالتغييرات؟ يعني إذا كانت عقوبة لأني قابلت الرسول. هالتغيير مفيد يا مصطفى، مو عقوبة يعني، بالعكس هذا مكافأة لإلك. بما أنه أماسيا قريبة كتير من العجم والبحر الأسود، فبالتالي هي سنجق أهم بكتير من مانيسا. الدولة العالية بحدود الشرقية صارت من مسؤوليتك. فكرت محمد رح يكون المسؤول عنه وإنكم أخذتوا القرار؟ لهلأ محمد ما عنده خبرة كويسة، أنت إلك زمان بمانيسا وصار عندك خبرة أكبر، بس مو لدرجة إنك تشكك بقراري وتقلي شو المفروض ساوي. مولاي بكفي هيك، فيك تمشي. قبل ما روح مانيسا كنت عم تعلمني المبارزة بحديقة القصر، ووقتها قلت لي جملة. بلشت تخسر براءتك وانت عم تكبر يا مصطفى، وهالشي خسارة. وانا بهداك اليوم ما فهمت ليش هيك قلت لي، بس هلأ صار مفهوم. انا فعلا هلأ كبرت وواضح اني خسرت براءتي. سلطانة، الأمير لساته عند مولانا؟ لساته يا سلطانة. مصطفى، بعتي حدا على مانيسا اليوم، خليهم يجيبوا لك كل أغراضك الخاصة. شو صار مع مولانا؟ رح نبقى هون بفترة الحملة، وبعد ما تخلص رح نروح سوا أماسيا. مولاي عيني والي عليها. سمو الأمير، سلطانة بدي اعتذر منك. السلطانة هيام مشغولة هلأ، إذا بتحبي تعب وقت تاني. وما فيها بتكون تحكي معي؟ أصلاً ما لعين تواجهني، بعرف هالشي. هيام هيام هيام، الله ينتقم منك يا هيام. لك الله يلعن الساعة اللي جابوك فيها على هالقصر لهون، بعرف إنك عم تسمعيني. سلطانة شو رح تستفيدي من شوفتها؟ خلص روقي. أنا خلاص رح طق يا ألفت، رح موت من اللي عملته، ما كفاها مطمس دمنا من سنين لهلا. خلص روقي يا سلطانة، أكيد رح يجي يوم ويظهر فيه الحق. أكيد الحق رح يظهر طبعا، ونفي ابني اللي سببه هي، والله لحتى خليها تدفع ثمنه غالي. سمو الأمير نفو؟ قول لسلطانتك المغرورة اللي صار ما رح يمر ببساطة هيك، والله شاهد على اللي عم قوله.
وبتشوف لتكون نهايتها على ايدي هي وعصابتها الوسخه. سلطانه. حضره الباشا، قدرت تعرف شو صار؟ مولانا السلطان خبرني باتخاذه لبعض القرارات الهامه، واللي طبعا ما في اي مانع انكم تعرفوها. القرارات هي انتقال سمو الامير وعزله من منصبه كوالي لمنيسة، وتعيينه والي لسنجق أماسيا، وأمر كمان بأنه يبقى بقصر العاصمة طول فترة الحملة ليكون مسؤول عن حماية اسطنبول، والأناضول أنا حكون مسؤول عن حمايتها، لهيك رح انتقل اعتبارا من اليوم. يا باشا هالقرار ظلم، أميرنا ماله ذنب بالموضوع، وأنا حكيت لك كل اللي صار. نحن بالعادة ما منتدخل ولا منعترض على قرارات مولانا. رستم باشا، انت شو مفكر حالك لحتى توجهني؟ لما كنت عم تنظف اسطبلات الخيول كنت انا حاكم البحر المتوسط، فلا تتجاوز حدودك وعرف مستواك. وانا حكيت بصفة الحاضر مو الماضي يا باشا، انا هلأ وزير قبة عند مولانا السلطان، بالإضافة اني صهره، فلا تتجاوز حدودك معي ابدا. وشو الفايدة من كونك وزير قبة بدولتنا العلية إذا ما كان لك بنظري أي قيمة ووقار؟ أنت اللي جابك على هذا المنصب صار معروف، بل النسوان أنت ما بتسوى شي. حضرة الباشا، خلينا نروح بلا ما تزعج حالك أكتر من هيك. إيه بس قبل ما أروح في جوز كلام ضروري نحكي، والكل لازم يسمع ويستفيد منه. الحديد ما بياخد محل الذهب أبدا. أميرنا كسب محبة الشعب والعسكر وكل القلوب بدولتنا، ولو شو ما سويته رح يضل هو الوريث الأقوى للعرش. شاف محمد وقت ولد على عرشه يا باشا. انت اكتر واحد مؤهل انه يستلم هالمنصب يا مصطفى، واذا ضليتك على موقفك هاد رح تكون الفرصة المناسبة للسلطان هيام. للأسف يا باشا يلي كنت خايف منه صار. ناهي الدوران كتير معصبة، أول مرة بشوفها هيك. حتى لو هزموها لازم تكون متماسكة أكتر، ولازم نوقف معها مشان ما تغلط بشي موقف يا خديجة. واضح أنه هيام كمان مخوفتك. طالما أنت وناهي الدوران يلي واقفين بصفي فهيام كسبانة كتير. يعني المشكلة فينا. مصطفى، ادخل. وينك لهلا؟ بعتذر على التأخير. رح نطلع بحملة بودين. محمد، أنت رح تيجي معنا. بيشرفني يكون معكم مولاي. سليم، أنت ما رح تطلع بالحملة، وكمان بيزيد رح يضل هون. أنتوا اتنين رح تروحوا على السنجق. رح روح معه كمان؟ ايه طبعا. بشكركم يا مولاي، وبوعدكم ما خجلكم أبدا. إن شاء الله. أنا مبسوط منكم هالفترة، الله يرضى عليكم. آمين. محمد، انت بعد هاي الحملة رح تصير والي سنجق.
حددوا لما بنرجع. مصطفى، خير؟ شو اللي جابك؟ شو القصة حبيبي؟ وضعك مو عاجبني. إبراهيم كان أكثر واحد فينا مخلص لمولاي، ولا مرة عصاء أو أساء له بأي تصرف، بس بالآخر شو كانت نهايته؟ نهايته كانت القتل. قتله بس لأنه احتضني وكان يحميني ويخاف علي. واضح يا سلطانة، نهايتي بعد العقاب ما عادت مطولة بنوب، ويلي صار مع إبراهيم باشا رح يكون هو مصيري المحتوم، وأنا ناطره. مصطفى، خوفني كلامك، شو اللي صاير معك؟ نفاني على أماسيا يا سلطانة. مولانا السلطان طردني من جنته، وهلأ صرت بجهنم. مصطفى، الأمير محمد رح يروح قريباً بإذن الله على سنجق العرش يا شكري. الله يطولنا ويمدلنا بعمره لمولانا السلطان. يعني هيك صار معروف مين رح يكون وريث العرش. سنبول آغا؟ طيب سموه الأمير مصطفى وين عينوه؟ بلا لك السؤال. السلطانة هيام الله يمد بعمرها بعتت هالحلويات على شرف الأمراء، وهالشي مشان تدعولن بالصحة وطولة العمر. الله يحفظ الأمراء ويمدلنا بعمرهم. السلطانة هيام عم تحتفل بالنصر. الله أعلم هلأ كيف حالة السلطانة ناهد دوران. بظن أنه وضع الأمير مصطفى من سيء لأسوأ. بس ولا الأمير ما بيستاهل. ساكري تمك أنت وياها، يعني مو ناقص إلا تتدخلوا بأمور أسيادكن. شو قلت لك يا شكري؟ قلت لك انه ما حدا بالسلطنه بيطلع له مع السلطانه هيام. والله اذا كل العالم بيوقف ضد هالسلطانه ما رح يطلع له معه. مالك علي يمين بنظره واحده من عيونها للسلطانه؟ عليم الله انه الاخضر واليابس بيحترق حرق. يعطيكم العافيه. خير مرجان اغا؟ وشك ولا ضو القمر يا رجل؟ تفضل كلك لقمة، تحلى، اتعال عود. والله يا سنبول، طق الحنك على الفاضي ما بحبه. يلي بيحكي معروف مين هو. بنصحك تنتبه لحالك، الوضع مو لمصلحتك، والجبال يلي وثقت فيها ما بقى هلأ تحميك. طالما عندك فرصة هروب يلا انقذ حالك، لأنه هالجبال رح تنهد كلها فوق راسك وتقضي عليك. ايه بس أنا ماني مثلك بنوب. انت بتعرف اني ما بتغير وما بخون بنوب. الحمد لله اني مو من هالطينة. طينة اللي تاخد واحد مثلك، انا كان ناقصني كمان مرجان الزفت هاد. لو تشوف وش السلطانة اليوم، والله تقول رجعت صبية. ما بتتخيل قديش انبسطت من شانك. محمد، انت ليش مو على بعضك؟ انا كنت قبلان روح على اماسيا، بس ما عم بفهم ليش السلطان تراجع وغير رأيه. مولانا السلطان اكيد عنده اسبابه وبتتعلق بمصلحة السلطنة. بعدين حدا بينزعج لانه صار ولي عهد؟ المشكلة مو عندي يا مريم، مصطفى اخي. انا هلأ شو بدي اقله؟ وكيف بدي فسر له الشيء اللي صار؟ إذا الموضوع هيك لا تاكل هم. الكل بيعرف قديش قلبك أبيض وقديش بتحب أخوك، ومصطفى بيعرف هالشي. بعدين هذا مو قرارك. مو مزبوط، هذا ظلم ومستحيل أقبل. فكرت إذا مصطفى استلم العرش شو اللي ممكن يعمله؟ رح أقلك يا محمد،
أول شي رح يقتلك وبعدين رح ينفيني أنا وأمي. لا أخي مصطفى مستحيل يساوي هالشي، مستحيل يفكر يقتلني. اليوم ما بيقتلك بس ما حدا بيضمن بكرة شو ممكن يساوي، ولا تنسى أنه جدودك هنن اللي حطوا هاي القوانين. بترجاك يا مريم لا تحكي مثل أمك، أساساً الكل عم يقول أنه هالموضوع هي وراه. محمد أنا كمان صرت أم، وهلأ صار فيني أعرف الأم بشو بتحس. أوعك تتهمها ولا تفكر تلومها، الأم ما بتفكر غير بشغلة واحدة وهي مصلحة ولادها، وبتسعى لتوصل لها. مصطفى إذا كنت أنت مزعوجة شوي فأنا مزعوجة أضعاف. لازم نضل قوايا يا ابني وما نسمح للنار اللي جواتنا أنه تحرقنا. لما الواحد يفقد شخص قريب بحسه كأنه قلبه عم يحترق. هالنار ممكن تضعف بس مستحيل تنطفي كلها لآخر يوم بحياته. ويلي زعجني مو الروحة على أماسيا، اليوم خسرت سلطاني مو بس العرش. لا اوعك تفكر بهالطريقة، هيام هاد اللي بدها توصل له وهي اللي عم تحرضه لمولانا. هيام مو هي السبب الوحيد بالوضع اللي أنا فيه سلطانة، لازم تعرفي هالشي. شو ما حكت وقالت للسلطان وحتى شو ما ساويت مستحيل كانت تنجح لو ما كان مولاي السلطان أصلاً عنده رغبة بهالشي. مصطفى طلع فيني وأوعك تضعف، كل يلي وثقنا فيهن خانونا، لهيك المفروض نثق ببعضنا بس أنا وانت، لا السلطانة شهرزاد ولا السلطانة خديجة ولا حدا، فهمت؟ الكل بالقصر عم يركض ورا مصالحه، وكل هدول الموجودين حوالينا وحوش، نحن اللي رح نخلص على هالحي ونرتاح منها ونوقف ويام عند حدها. محمد باشا عن قريب رح يوصل على بودين يا مولاي، وبإذن الله رح يوقفوا عند حده لفرديناند قبل ما نوصل نحنا. إن شاء الله إذا ما في شي تاني فيك تمشي. لا في موضوع تاني يا مولاي، سليمان باشا أجا على الديوان مشان يبلغ قرار حضرتك. خضر خير الدين باشا ما كان مرتاح أبدا للقرار اللي أخدته بخصوص الأمير مصطفى، وقال إنه وين ما راح سمو الأمير رح يضل أقوى وريث لعرش السلطان. مزبوط حكيه، على اعتبار مصطفى ابني الكبير فهو الأمير الأقرب للعرش، والقرار اللي أخدته ما بيغير من الحقيقة. بس ما بتعرف المستقبل شو مخبي، يعني العلم عند رب العالمين. ايه طبعا يا مولاي، بس ما حدا له حق يناقش قرار انتو اتخذتوه، وكمان أنا عم أتعرض لتهديدات كتير واضحة بعد قصة السفير اللي وصلت لجنابك. فضل مولاي، بس ما أكون أزعجتك. معقول تزعجيني وخاصة إنك جهبتي لي حفيدتي معك؟ قلت لازم بنتي عائشة تجي تزور جدة. عائشة يا ملاكي، كيف ممكن نكون عميان لهالدرجة؟ قلنا بدنا نحميه لمصطفى وهلأ عم نتفرج على موته وتاركين هيام تحقق أحلامها على كيفها. منعتيني عنا أكتر من مرة ولكي شو صار؟ كل اللي عملتي ما جاب نتيجة. هلأ مو هذا موضوعنا يا خديجة، نحنا من اليوم ورايح شوفي غير المصايب من اليوم ورايح،
مانك شايفة حالتنا؟ لك نحن خسرنا كتير ولساتنا عم نخسر. سلطانة، في عبارة نحن العساكر على طول منرددها، إذا كان السيف لساته بإيدك معناها لسه ما خسرت. اللي يا باشا، شو رح نعمل؟ رح ننسحب هلأ، رح ننسحب ونستجمع قوتنا مشان نخوض الحرب من أول وجديد، بس هالمرة رح يكون خضر خير الدين باشا واقف بصفنا. سلطانة، سمو الأمير محمد وصل يا سلطانة. محمد يا حبيب قلبي، تعال. أهلا وسهلا. شكرا يا سلطانة. سلطانة، شرفتنا بزيارتك يا أمير، أهلا وسهلا. شكرا يا خسرف باشا، جيت شوف مصطفى واطمن عليه. سلطانة، بالي بيك. الله يخليها ويحميها، ما شاء الله حلوة كتير. باشا، بالي بيك. خير، من وين جاي بهالوقت المتأخر؟ كان عندي شغل يا باشا. الله يقويك يا بيك. هلأ الروحة على الخمارة صارت شغل؟ بالإذن منك سلطانة. ما بعرف ليش مولانا بيعطي لبالي بيك أهمية كبيرة، مع أنه ما في براسه غير النسوان. باشا تأخر الوقت وعائشة صار لازم تنام.